أنا الآن في بداية الطواف استكمال باقي مناسك العمرة عن المرحوم أحمد هنيف أبو محمد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وكي منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته إن كان مسيئا فتبوغ به مع المساعدة. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء لروحه وباب رحمتك وباب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وهو لاقيه. اللهم إنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم نعم من كتابه وهون حسابه ولين ترابه وألهم حسن جوابه وطيب تراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومثواه. اللهم لا ظل تحت ظل عرشك اللهم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. اللهم اكتب اسمهم على أبواب الجنة الثمانية. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وذرية خيرا من ذريته. اللهم وادخله الجنة بلا حصول ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تزال من فوق من حفر النار. اللهم ابدله في قبره مد بصره. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ارفع من ضيق النفوذ والقبور يا مراتع الدول إلى جناتك جنات الخلود لسد المخلوق وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.